ولمزيد ينضم إلينا من مرسي مراسل أكشن نيوز زميل خالد شقير. خالد، برحب بك بداية في هذه الجولة الإخبارية. إذا حدثتنا أكثر ووضعتنا في الصورة من منتدى عوالم البحر المتوسط والمقامة في مرسي، تفضل. تحياتي طبعا ليك وللسادة المشاهدين من برك شانو هنا بقلب مدينة مارسيليا، حيث يعقد هذا المنتدى وبمشاركة مصر، مشاركة مهمة جدا بتستضيف هذه المدينة وسط اهتمام كبير من المشاركين بأهمية دور مصر الفعال لمحاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. عدة ملفات بيناقشها هذا المنتدى، أهمها البيئة والتنوع البيولوجي والتعليم والتدريب والتنقل، وأيضا التضامن والتوظيف والابتكار وزيادة الأعمال والثقافة والتراث والعمل الإقليمي والتنمية المستدامة. كان من المعروف أو من المفترض أن يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون هذا المنتدى لأهميته وأهمية انعقاده بمدينة مارسيليا، بأنها المدينة المتعددة الثقافات التي تشهد الكثير من أبناء الجاليات المختلفة، حيث أنها كانت مدينة الهجرة. تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون عن طريق الفيديو كونفرنس خلال عدم تواجده في فرنسا، ومن خلال الفيديو كونفرنس في إطار زيارته لروسيا تحدث الرئيس الفرنسي وأكد على أهمية التنوع والتواصل ما بين ضفتين المتوسط، وتحدث أيضا على أن القادمين من الضفة المقابلة للبحر الأبيض المتوسط بيشكلون فرصة حقيقية لجعل فرنسا أعظم. على حد قوله أفردت جريدة لوفيجارو الحقيقة يعني تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، وتابعها هنا الحاضرين بأهمية كبيرة. تحدث أيضا الرئيس الفرنسي على أن القادمين من الناحية الأخرى هم فرصة لجعل فرنسا أفضل، وشدد على أن جاليتنا من مزدوجي الجنسية على حد الرئيس الفرنسي يمثلون فرصة هائلة للنجاح. وكما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن فعاليات المنتدى بأنه يستطيع أو فرنسا ستمنح تمويل بقيمة 100 مليون يورو لرواد الأعمال الذين يعيشون في فرنسا ويرغبون بالاستثمار في دول الشمال الإفريقي. إذن أهمية خاصة جدا لهذا المنتدى وهذا التنوع الذي تمثله مدينة مارسيليا. هذا المنتدى منتدى المتوسط مستمر على مدار يومين، اليوم ويوم الغد. زميل خالد شقير، بشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. كنت معنا مباشرة من مارسيليا.